هذه كرة، يلا يا الرجاء، هذا العرجون، يلا يا جور، يلا يا جور، شوت، يا سلام على الجول، يا سلام عليك يا يا جور. إذا هدفين لصفرين لنادي الرجاء إخواني في الشوط الأول فقط. إذا السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إخواني سنلعب الحلقة الخامسة من مهنة مدرب في الدوري المغربي بنادي الرجاء، فأتمنى لكم إخواني فرجة ممتعة، ولا تنسونا الضغط على زر لايك إذا عجبكم الفيديو، واشتركوا معنا في القناة، فلكي لا نطول أكثر، أترككم مع الفيديو. إذا إخواني على بركة الله، أول شيء سنذهب إخواني إلى المفاوضات لنرى فريقي. إذا فريق نادي الرجاء، إذا سنرى الصفقات إخواني. إذا الوردي مطلوب إلى أولمبيك أسفي، العرجون إخواني لديه صفقة أيضا. إذا الحافظي مطلوب إلى تشيلسي، الرحيمي إلى بركان، مالونغو إلى الجيش الملكي إخواني، وبوعميرا إلى وجدة. الآن سنذهب إخواني لنرى جبيرة حسب تعليقكم لنقوم ببيعه من نادي الرجاء. إذا هذا هو جبيرة مطلوب إلى المغرب التطواني إخواني. إذا قبول الشروط، إذا هذا كذا أوكي نعم. إذا إخواني لقد تركنا جبيرة يذهب من نادي الرجاء. أما الآن إخواني سنذهب لنرى السعداوي، إذا هذا هو السعداوي أوكي. إذا فلنرى سياسة الانتقال، إذا هكذا سياسة الانتقال. إذا وضع على قائمة الانتقالات أوكي. إذا متاح للعروض المعقولة. إذا إخواني وضعنا السعداوي في قائمة الانتقالات حسب تعليقكم. إذا الآن سنرى النجاح إخواني، إذا هذا هو. إذا سنرى سياسة الانتقال، إذا هذه سياسة الانتقال. إذا كنتم تريدون إخواني لاعبين آخرين دعوهم في التعليق لكي نقوم ببيعهم من نادي الرجاء. إذا سياسة الانتقال أوكي، إنه وضع قائمة الانتقالات متاح للعروض المعقولة. أما الآن إخواني سنخرج مباشرة لنذهب لنبحث على نادي الأهلي حسب تعليقكم إخواني. سنبحث على بنون، إذا أين هو الأهلي؟ إذا هذا هو، إذا الأهلي المصري إخواني. سنرى بحث، إذا بحث على لاعب الأهلي. إذا هذوما لاعبين إخواني الأهلي، سنبحث على بنون لكي يأتي إلى الرجاء للعودة إلى الرجاء إخواني. إذا فلنذهب لنرى بنون، إذا غير موجود إخواني بنون في الأهلي. إذا فنخرج مباشرة لنعود إخواني إلى مباراة الشامبيونز ليج. قبل ذلك إخواني سنذهب إلى الإعدادات العامة. كما ترون إخواني أنا ألعب بلعب ممتاز، إذا هذا هو مستوى اللعب. إذا فلنخرج مباشرة الآن. أما الآن إخواني سنذهب إلى مباراة الشامبيونز ليج أمام المحمدية إخواني، لكن قبل ذلك سنذهب إلى خطة اللاعب. إذا هذه هي التشكيلة إخواني، سنقوم بإخراج مالونغو هكذا ليدخل يا جور مكان إخواني في رأس الحربة، سنخرج النجاح هذا هو. إذا فليدخل على ما أظن أن يدخل الحداد إخواني أفضل. إذا هكذا، إذا هذه تشكيلة الرجاء النهائية، الحافظي إخواني وياجور والرحيمي ومتولي، الوردي إخواني، العرجون والحداد، سند، الشاكيري وبطيب والزنيتي إخواني. هذه هي تشكيلة الرجاء. إذا الآن سندخل مباشرة إلى مباراة ذهاب دور 16 من الشامبيونز ليج أمام المحمدية إخواني. إذا فندخل إلى هذه المباراة، يجب علينا أن نفوز إخواني، خصوصا أننا نلعب في ملعبنا. إذا هذه كرة ليا جور، يلا يا سند، هذه كرة رجوية، يلا يا العرجون، ضاعت هذه الكرة إخواني. إذا نزلت كرة رجوية، إذا هذه كرة للمحمدية، وين الدفاع الرجاء، وين الدفاع الرجاء، يا ضاعت هذه الكرة على المحمدية إخواني، هذه كرة رجوية، يلا يا الحفيدي، الحفيدي والانفراد، ماذا ضيعت يا الحفيدي، ضاعت هذه الكرة. هذه كرة رجوية، يلا يا الرحيمي، يلا يا جور، يلا يا جور، حضر اسيست الرحيمي، يا سلام عليك. إذا 1-0 لنادي الرجاء، والرحيمي يسجل الهدف الأول، يا سلام عليك يا الرحيمي. إذا 1-0 لنادي الرجاء، هذه كرة للمحمدية، يلا وين الدفاع الرجاء، خرج كرة، خرج كرة، لا زال الضغط من المحمدية، وين الدفاع الرجاء، يلا الحداد، يلا الحداد اضغط اضغط يا العرجون، خرجت هذه الكرة اخواني، هذه خطأ لي المحمدية، يلا خرج خرج من الدفاع الرجاء، يلا اضغط اضغط يا العرجون، اضغط اضغط، ضاعت لك كرة، وزنيت يقوم بامساك الكرة اخواني، يلا زنيت، هذه كرة لي الحافدي، الحافدي يرفع كرة، لم تصل للرحيم يا اخواني هذه الكرة، لم يتبقى شيء على نهاية المباراة، والرجاء متقدمة ب1-0. إذا انتهت المباراة إخواني وفزنا 1-0 في مباراة الذهاب من دور 16 تشامبيونز ليج. إذا هذه من النتائج إخواني كما ترون، دور 16.
إذا الآن لدينا إخواني مباراة في الدوري المغربي أمام المحمدية أيضا، إذا فندخل المباراة. إذا ركلة البداية مباشرة إخواني مباراة الرجاء وشباب المحمدية. إذا فندخل إلى هذه المباراة من الدوري المغربي. يجب علينا إخواني أن نحقق 3 نقاط لكي نرتقي في صدارة الترتيب في الدوري المغربي. إذا هذه كرة رجوية، يلا خرج الشاكيري، هذا النجاح خرج كرة، يلا متولي، يلا متولي، يلا العرجون، يلا العرجون خرج كرة، ضاعت هذه الكرة إخواني للرجاء، هذه كرة رجوية، يلا متولي، ياي كانت ضعيفة هذه الكرة، يلا هذه كرة رجوية، يلا العرجون، ضعيفة هذه الكرة إخواني، يلا هذه كرة رجوية، يلا بوطيب، بوطيب لمالونغو، يا سلام عليك يا مالونغو. إذا 1-0 لنادي الرجاء إخواني في الشوط الأول، ودي فرحة غوارديولا بالهدف الأول، يا سلام عليك يا مالونغو، هذه الكرة لميتولي، يا سلام عليه الأسيست مالونغو على العارضة إخواني في هذه الكرة، هذه كرة رجوية مرة أخرى العرجون، يا سلام عليك يا العرجون، وتألق حارس المرمى، يلا اضغط يا مالونغو، هذه الكرة لمحمدية، يلا وين الدفاع الرجاء يا الشاكيري، يا الشاكيري ماذا تفعل يا الشاكيري، هذه صعبة، هذه صعبة، يلا خرج، والزنيتي يمسك بالكرة إخواني، يلا الشوط يا الزنيتي. إذا انتهت المباراة وفازت الرجاء 1-0 في الدوري المغربي، إذا 3 نقاط جديدة إخواني في الدوري المغربي. إذا هذا من نتائج الجولة، هذا من نتائج إخواني، نحن في المركز الثاني الآن ب 34 نقطة. أما الآن إخواني لدينا مباراة العودة في تشامبيونز ليغا أمام المحمدية، إذا فندخل مباشرة إلى هذه المباراة الرجاء المحمدية، مباراة الإياب إخواني سنلعب خارج ملعبنا ومتقدمين في مباراة الذهاب 1-0، إذا تعادلنا إخواني سنتأهل مباشرة، يلا يا مالونغو اضغط اضغط، وخطأ، خطأ من البداية، يلا يا ميسولي، يلا متولي ارفع كرة، يلا يا مالونغو ارتقي، اي 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 ضاعت هذه الكرة على مالونغو، هذه كرة رجوية، يلا يا مالونغو، مالونغو الاسيست لم تصل الى الحفيظ هذه الكرة اخواني، الله لازالت كرة رجوية، يلا يا الرحيمي، الرحيمي اللي متولي شوط، يا سلام عليك يا متولي. اذا 1-0 لنادي الرجاء اخواني، ومتولي يسجل هدف الاول، يا سلام عليك يا متولي، وهذه الاحتفالية لمتولي، يا سلام يا سلام. هذه كرة للحفيدي، اي 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 ضاعت هذه الكرة اخواني، هذه كرة يا متولي والعارضة، يا سلام عليك يا متولي، اضغط، اذا يلا هذه كرة للرجاء، يلا الحفيدي، يلا العرجون، العرجون، اي 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 تألق حارس المرمى، يلا اضغط يا مالونغو، يلا يا الرحيمي مرة أخرى، يلا يا الرحيمي، يلا الرحيمي، اضغط اضغط يا الرحيمي، لا زالت كرة رجوية، يلا العرجون، يلا متولي، متولي، يلا الوردي، اي اي على الطاير اخواني ضاعت هذه الكرة، هذه كرة يلا متولي، يلا مالونغو اضغط اضغط يا مالونغو، ضاعت هذه الكرة، يلا الرحيمي، يلا يا الرحيمي، كرة لازالت رجوية، يلا يا متولي حضر اسيست للعرجون، اي 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 ضعيفة كانت هذه الكرة اخواني. اذا انتهت المباراة اخواني، وتأهلت الرجاء رسميا الى ربع نهائي تشامبيونز ليج على حساب المحمدية اخواني. اذا 1-0 في الذهاب، 1-0 في الاياب، اذا هذا من نتائج الجولة اخواني كما ترون. الان قرعة تشامبيونز ليج اخواني، اذا فلنذهب التالي هكذا، اذا فلندخل مباشرة. الان اخواني لدينا مباراة كأس العرش في الربع نهائي اخواني امام اليوسفية، اذا يوسفية بن رشيد الرجاء في ربع نهائي كأس العرش، اذا فزنا في هذه المباراة اخواني سنتأهل مباشرة الى نصف نهائي كأس العرش. اذا هنا بداية المباراة، يلا يا جور، يلا اضغط يا جور، اضغط من البداية، يلا هذه كرة يا خطأ، هذه كرة يلا متولي، يلا يا جور، يلا يا جور، اي 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 ضاعت هذه الكرة اخواني، هذه كرة مرة أخرى، يلا متولي، متولي، اي 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 ضعيف بعيد هذه الكرة اخواني، هذه كرة للرجاء، يلا يلا يا جور، يلا يا جور شوط، اي 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 تألق حارس المرمى اخواني في هذه الكرة، يلا يضغط، هذه كرة رجوية، يلا متولي والاسيست، يا سلام عليك يا جور، يلا يا جور ارفع كرة الرحيمي، يا سلام عليك، إذا هدف أول لنادي الرجاء، الرحيمي يسجل الهدف الأول إخواني من اسيست من يا جور، يا سلام عليك، هذه كرة، يلا يا الرجاء، هذا العرجون، يلا يا جور، يلا يا جور شوت، يا سلام على الجول، يا سلام عليك يا جور،
إذن هدفين لصفر لنادي الرجاء إخواني في الشوط الأول فقط. إذن ياجور يسجل الهدف الثاني إخواني. هذه كرة ليوسف يد بن رشيد، يلا اضغط يا مطيب، اضغط يا الشاكيري، يا اليوسفية تقلص الفارق إخواني. إذن هدفين لهدف لليوسفية. هذه كرة للرجاء، يلا يا الرحيم الشوط، تألق حارس المرمى إخواني، يلا اضغط يا ياجور، اضغط. هذه كرة لازالت ليوسفية، يلا اخرج يا سند. إذن انتهت المباراة إخواني وتأهلنا رسميا إلى نصف نهائي كأس العرش. ماذا سنواجه إخواني في نصف النهائي لنرى. إذن هذا من نتائج الجولة إخواني كما ترون. إذن سنواجه إخواني الوداد، إذن سيكون ديربي في نصف نهائي بين الرجاء والوداد. أما الآن إخواني لدينا مباراة في الدوري أمام اتحاد طنجة. إذن إخواني سنوقف الفيديو هنا، أشكركم على حسن المتابعة، وإذا كنتم تريدون صفقات إخواني أو نبيع لاعبين أو سلسلة أخرى إخواني ضعوها في التعليق، فتحياتي لكم، سلام.